الحار هذا محلي بالحق محل دم خفيف، كيفاش نعملوا ريجيم؟ اي ما نشربوا القهوه بلاش يسكر. والله علاش؟ مادام ماهوش موجود نشربوها بلاش، صحي صحي خير. انا خير ولا الشعب التونسي يمرض بالسكر؟ لا خير عاد. خير؟ انت تشرب بالسكر؟ حاليا لا. احسن حاجه، احسن حاجه. خاطر ما لقيتش. السكر عندك السكر والغوز والزيت هذوما مفقودين. ولا هما المسؤولين اللي يباركوا فيها البلاد هما المسؤولين، الرئيس خطي وما عنده حتى شيء ما يعمل. بلا نعملوا كسكنتي نزلوا على الغله وعلى الخضره. خويا حتى الخضره غاليه. والله. غاليه. كيفاش لقيتها اليوم في حمام سوسه؟ والله غاليه، غاليه، حوت غالي، خضره غاليه، كل شيء غالي، كل شيء غالي. الزواني مسكين وكاهو. والشاريه ما عادش زازي. ما عادش زازي الشاريه. الناس تخدم ليل ونهار وهي تعيش. علاش هي الناس تسرق وتخطف وتهك؟ ما عندوش باش يعشي. عنده أربعة وستة صغار باش مشيت ليه قري ولا مشيت ليه يوكل ولا مشيت ليه يحوس ولا مشيت فما الناس ما تعرفش سوسة وما تعرفش القنطاوي وما تعرفش البلدان ما تخرجش من بلادها تحس تو بالحق تو احنا بالحق راه نخافوا على روحنا بالفعل مي تحسوا كبو عائلة ربما يخمم يقول لك اين لو كان تجيكم ناس ما تحير يظهر لي مش نحير الغادي ملا نحير والله العظيم مسؤولية كبيرة على ابو العائلة نخدم في روحي وحدي ومانيش لاقي روحي مانيش نخدم صانع نخدم في روحي وحدي ومانيش لاقي روحي والله مانيش نخرج وما نحوسش كيما العباد ناقصيني هذوما الكل ناقصيني على الميزانيه ما فماش الميزانيه ما فماش وكل شيء مفقود وحتى بفلوسك ما عادش نجم تقضي مشيت انا مشيت المكازان كبيره ما نذكرش اسمه قضيت تقريبا ب 60 ولا ب 70 الف هزيت زوز كيلو سكر قالت لي لا تاخذ كيلو برك بطلت ما قضيتش بطلت جمله خي نقعد كل يوم نلوج على الكل السكر المشروط معناها لهنا زاد النقطه ذي البيع المشروط انك تهز ما تهزش كيلو ولا قد انا مثلا نجم كونسومي نجم نجيك مره في الاسبوع باش نهز كيلو من حقي يظهر لي من حقك باش تهز مالك باش تجي كل يوم المرشي تبطل خدمتك وتسايب صغارك باش تجي كل يوم المرشي تقضي انت كل نهار ونهار مش معقول كيلو لحم ب 32000 شكون مازال ياكل بالله هو يخلص في 20 دينار جورناطه ومشي ياخذ كيلو لحم ب 32 ما يزموش زيت ما يزموش مكرونه ما يزموش كسكسي ما يزموش بطاطا بصل الفلفل الطماطم كل شيء موجود كل شيء هذا في الدار يزمو كل موجود والمراه كي ما تلقاش القضيات هذوما مش هو مش يولي للراجل مشاكل للراجل مش تولي واحد يعيش وحده تو لازم ما عادش ينجم يعيش لازم ما عادش ينجم يعيش ربي يحسن الحال ان شاء الله ربي يسترنا